المريض. أهلا بكم. دريس كريمي أم دريس فسبيل المرميد FBM المواجهة. القاعدة تقول بأن من يجتهد ينال نصيبه، لكن أحيانا قد تكون حكواتيا ومؤلفا وممثلا ومنشطا تلفزيونيا وإذاعيا، وقد تكون أستاذا سابقا ومربيا وصديقا أنيسا للجميع، مع ذلك لن تنال ما تستحقه. يأتي الممثل الفاشل والمنشط التافه والجاهل الذي لم يزر نهائيا المدارس ولم يبحث عن تكوين وعن تمتين المدارك ويمنح فرصا متتالية. قد يصير الفاشل في بعض من المرات مخرجا، ثم يرفض إيجاد دور لاسم مثل عم إدريس، لاسم اقتحم كل البيوت المغربية لعقود. عم إدريس صديق أنيس، يحب الأطفال وأحبه الكبار، وبحث عن العودة للواجهة. الواجهة تخبرنا جيدا من يوضع فيها حاليا على الصعيد الفني، أعرفه جيدا وربما جيدا جدا، ولقاءاتنا صدف غريبة وجميلة في طنجة. أحيانا أكتشف بأني لا أعرفه، هو ذكي للحد الذي يصير ذكاؤه عبئا عليه وعلى المقربين منه. جرب كل المهن ولم يكن يوما رديئا في هذه المهن، تألق كثيرا في بعضها وتعامل بذكاء مع بعضها الآخر، نتيجة ما يفوق الخمسة عقود من اشتغال في المجال في أعمال محلية وأخرى أجنبية. اشتغل مع الأطفال وربح قلوبهم، واشتغل مع الكبار سنا ولم يمنحه أجرته في مرات كثيرة. عم إدريس صديق أنيس، يحب الأطفال، طلائع الأجيال. نعم، كنت من الجيل الذي تعرف على دريس كريمي عم إدريس من خلال التلفزيون، ثم عرفته في الحياة، ورغم فارق السن صرنا أصدقاء، نناقش بعضنا ونضحك، نضحك كثيرا ضحكا مثل البكاء أحيانا. عم إدريس في FBM، أتمنى بأن تمتن هذه المواجهة صداقتنا أكثر وأكثر. لنعبر. سي إدريس كريمي، عم إدريس، مرحبا بك. باش بغيتيني بعدا نخاطبك في هذه المواجهة باش نعرف من دابا؟ خويا إدريس، واخا سيدي، مرحبا بك في FBM. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. الموعد كتعرفوا شي شوية وقيلة؟ ها؟ الموعد كتعرفوا شي شوية؟ اه. إيوا؟ إيوا. وجاء الوقت باش انه باش نتلاقاو في FBM. وهذا هادشي اللي كتسمعوه في الخلفيه، سمعوه سمعوه اجيال واجيال. نطلب من دريس واحد اخر اللي هو دريس تبع المخرج، نزيدو نسمعوه لثواني. عم إدريس فكرني في الذكريات. المخرج اسمه إدريس. شكرا سي إدريس على هاد النوستالجيا لهاد الأغنية القديمة واللي كانت محبوبة من طرف الجمهور، وشكرا لسبيلة للاستضافة. مرحبا بك، وتحية لجميع التقنيين ديال ميدي أن تي في، مخرج وتقنيين كاملين. واش تدخل في الجود ديال FBM مباشرة؟ هاد المواجهة غادي تزيد تمثل العلاقة ديالنا، الصداقة دائما. يلا انطلقوا. عم إدريس 58 عام تقريبا باش بديتي في الميدان، باش كانت البدايات الاولى، يعني راه بزاف تبارك الله. مريتي من مهن كثيره وتدرجتي في اغلبها وتعرف اسمك وتشهر. من المفروض انك تكون حاليا مثلا، خلينا نقول لك، كتكتب كاع سيره ذاتيه تخليها للاجيال الجديده. غير هو باش تكتب هذه السيره الذاتيه خاصك انت بنفسك باش تعطيها المصداقيه، تكون كتوفر على حلقات مثلا من عم إدريس اللي شافوه أجيال في التلفزيون المغربي، باش تذكر ديك اللحظات القوية وتكون هاد السيرة الذاتية براسها قوية. أنا بحثت وما جبرش الشيء الكثير، كنقصد الأرشيف، هادشي كاين أو ما كاينش؟ مزيان ملي جبتي هاد النقطة هادي، مادام يتفك هاد المشكل، لأنه كنلقى الناس كيقولوا لي دوك الأرشيف ديالك بغينا نفرجوا فيهم ولادنا، واخا الأطفال ديال الألفية هادي، ديال من 2000 و الفية الثالثة ولا 1990 لهاد الجيل، هذوك الأطفال ما شافوش عم إدريس. ما كاين مشكل، درت أنا محاولة واستجبوا لي بعض الناس اللي غاديين يجيبوا لي الأرشيف ديالي من تمارة، وجابوه من تمارة وجابوه للرباط. وأنا كنت اتصلت بواحد المسؤول من التلفزيون فشجال المهرجان في طنجة وقال لي لا حقك هذاك، يمكن لك تجي وتطلب الأرشيف. ملي طلبت هذاك الأرشيف
واحد النهار في التليفون اتصلت بالاخت اللي مكلفه بالارشيف قالت لي راه ما يمكنش لنا نعطوك اسمو راه كاين مشكل تقني خاص هادوك لي كاسيت ولا دوك لي بوند مانيتوسكوب حيت كنا كنصوروا في دوك البوند مانيتوسكوب اللي فيهم البارود سماتيك خاص يمشيو لفرنسا باش يترونسكوداو حنا هاد فرنسا تبقى تابعانا ما زعما هاد فرنسا خرجنا ما نشيوش حنا هاد الاله ونديروها غير كاين دي تراس على الخدمه ديالك شي حاجه قليله وبحال والو تلقى شي حاجه تصورات فوق من الشيخات ولا كره القدم ولا شي مصيبه كحله وانت حتى كفنان ما عندكش شي حوايج ولكن هنا كاين حتى المجهود ديال الفنان وانت من ديك القديم ما خليتي والو عندك بقى عندي شي تصاور لا كاسيت فيديو واحد الكاسيت فيديو كانت عندي عطيتها لواحد البرنامج كان داير معايا استجواب وتلفوها معاود درت محاولات صافي تودرت هذه كاسيتة فيها غير اللقطات اللي دازوا في 1986 اما السبعينات قبل كان اللي عنده الفيديو هو الانسان اللي لاباس عليه وفي الفريق اللي كان معايا انايا ما كان حتى واحد اون غو دابا عمي ادريس ما عندناش مثلا حاليا لا حاليا ما عندناش ما بغيت ناخذوا نلوحوا في يوتيوب ويشوفوا الناس ايوا الحسن الحمد لله ادريس تبع حط لنا بعدا لا بون سونور بعدا هذه الاغنيه على الاقل الحمد لله واحتفظ بها عمي ادريس لا انا حافظها الا توترت لكم نغنيها للاطفال واخا سيدي مرحبا بك سي ادريس كريمه علاقتك بالفن بدات في بدايات الستينات في 58 بديت كطفل مع دريس العلام الله يرحمه في الاذاعه حمدون في الاذاعه كانيماتور وكنقدم بعض السكيتشات واخا واخا علاقتك ولكن العلاقه الفعليه بدات بالفن بدايه السينمات في بدايه الستينات بالخصوص من خلال المسرح ديال الهوات الهوات هي واخا بالضبط من فرقه الكواكب البيضاويه البيضاويه كواكب البيضاويه ديال عبد الله انوار اللي علمنا كيفيه الوقوف على الخشبه والالقاء الى اخره واخا في مرحله كانت فيها الحركه المسرحيه في الاوج ديال العطاء ديالها وبالخصوص كنتحدثوا على مسرح الهوات في الوقت اللي كان ممكن انك تواصل في ممارسه المسرح غيرتي المسرح في اتجاه مهنه مختلفه اللي هي ديال التعليم وحتى التعليم ما استمرتيش فيه من بعد يعني لا مسرح لا تعليم هنا غنكمل السؤال ديالي يعني لا مسرح لا تعليم مع عمي ادريس وبقيتي في نظري عايش ارتباك وتالف في هذه المرحله هذه ديال البدايات من حياتك ومستقبلك بقى معلق وما واضحش واش ما كانش عندك شي واحد في ذيك الوقت اللي يوجهك في اتجاه سليم عمي ادريس انا الخطا ديالي كان مخي عامر كنت باغي ندير كلشي وكنت باغي نبقى غير موظف وعندي راتب شهري راه زيد على هذا المسرح وزيد على التعليم زيد على حتى لا كونطابيليتي مشيت قريتها باش نبقى دائما خدام عندي راتب شهري حيت والدينا الله يرحمهم وواحد خويا الكبير ميلود الله يرحمه كان كيوصيني باش نقرا باش يكون عندي راتب شهري عندك تبع الفن راه وكثرت ما كنت انت خايف باغي تخدم في المستقبل باغي حتى كيولي بنادم بغيت ندير الفن كهوايه كيولي التركيز مشتت ولكن واحد الوقيته التعليم جا بوحدو جا مع التجنيد الاجباري سالينا التعليم سالينا التجنيد الاجباري فات كاع الوقت اللي كانوا دايرين معنا ورجعت للمسرح الهوات في دار الشباب بوشنتوف في دار الشباب بوشنتوف كانوا غير الصحاح بغينا نديروا المسرح الغنائي هنا بدات الفكره ديال انني بغيت ندير شي حاجه للاطفال ماشي للكبار حيت القسم كان عندي فيه علاقه بالطفل اذا الا كنت فهمت مزيان هنا غير باش نتفاهموا مزيان لا الا كنت فهمت مزيان انا المرحله اللي قضيتيها في التعليم هي اللي حفزاتك ودفعاتك انك تفكر في انجاز مشروع فني وعقل الاطفال اللي عنده اهداف تربويه هادشي صحيح ياك هادشي اللي فهم صحيح عملتي واحد الحلقه نموذجيه بامكانياتك الخاصه لا وقدمتيها للتلفزيون المغربي وعجبتهم وقالوا لك عمل لنا حلقات عمل لنا حلقات ديال برنامج اسمه عمي ادريس درنا 13 مسرحيه غنائيه بمعنى ان الطريق لقيتيه نسبيا في ذيك الوقت سهل باش توصل للتلفزيون لا ما كانش منافسه ما كانش مشاريع كتطرح غير تبان في التلفزيون لا بالعكس العكس هو وعندك تقول لي العكس ديال هذا الكلام هذا قبل ما نتكلموا على المرحله الحاليه واخ وما كانش مشاريع في ذيك الوقت كتطرح على التلفزيون وكان فراغ هذا الشيء راه هو اللي كان سيدي فراغ كان ايوا ولكن باش غير تاخذ الموافقه من التلفزيون
باش تاخذ غير موعد مع المدير. شوش بغيتي انت؟ باغي ندير برنامج للاطفال؟ سير ما كاينش اللي غادي لانترلوكيتور اللي غتكلم معاه، ما كاينش. كان ديك الساعه فتي كانوا الرواد غير شداد وكانوا مهتمين بالسهره ديالنا السبت وهادي الاخبار الى اخره. لكن فعلا ما كانش كاينه مشاكل. انا صورت هذيك الحلقه النموذجيه، كانوا معايا اصدقاء ديالي كيبغيو المسرح الغنائي، صورنا مسرحيه مشاكل بابا حكمة عبد اللطيف وصلاح الدين الايوبي، ورزقنا ربي بواحد الصديق كنت تعرفت به بكري اسمه احمد العمري، ملحن وعازف مزيان، واقترح عليا نديروا المسرح الغنائي غير بالعود والايقاع بدون الات موسيقيه كامله. الصوت ديال الاطفال كينسجم مع العود، وهو دار الاغاني كلهم في ربع مقام، والسيد دارس الموسيقى مزيان. نجحوا هذوك الاغاني ديال هذوك الاوبيرات، وكانوا معايا اطفال موهوبين، واحد ثلاثه العائلات، واستمروا معايا هذوك، وكنوجه لهم تحيه كاملين من خلال البرنامج ديالك. انا ود عمي ادريس بصراحه قبل ما نبداو وانا نكملوا انا وياك، راه ما صوتاش بوحدي، هذا عمي ادريس راه فيها بزاف الناس، راه اكثر من 80 واحد. بالنسبه لي الحقيقه التاريخيه، وانت من بعد تقول لي واش متفق معايا او لا، نقدر نقول ياك لا خذ راحتك. بالنسبه لي الحقيقه التاريخيه وضحك ساعه ساعه مع خوك اللي خاصنا نضبطوها اللي هي انه المرحله ديال عمي ادريس ربما يعتبرها البعض مرحله الرياده في المجال ديال البرامج التلفزيونيه الموجهه للاطفال، فهي كانت تجربه نحترموها، ولكن صعيب علينا نعتبروها هي النموذج الراقي اللي كيتوفر على جميع العناصر الابداعيه في هذا الصين. راه سي ادريس ديك الساعه المغاربه ما كانش عندهم فاش يتفرجوا، ومنين يفتحوا التلفزيون ولقوا عمي ادريس صديق انيس راه يتفرجوا فيه. واخ نجاوبك انا هنا على هذاك الفراغ، راه ماشي فراغ، حاليا كاين فراغ، ديك الوقت قلتي كان فراغ، دابا كاين بعض البرامج الاطفال باستثناء القناه الصغيره اللي دازت في 85 حيت العيادي الخرازي كان كيجتهد ويعطي شي حاجه زوينه ما ننكروهاش. عزيز فضيلي دار كراكيس وكان متوفق ما نذكروش، دونك ها واحد جوج ثلاثه من ديك الوقت حتى لهذ اللحظه اللي فيها انا وياك، راه باقي الفراغ. دابا اللي سالات القناه الصغيره سالا عبد الله سالا عز فضيل، وربما غير مساله لا كيدوزو برامج فيهم اغاني سميتك هادي نشيد، ما كاين لا اجتهاد لا في موسيقى لا في كلمات لا في راه جيل اخر عمي ادريس، وهاد الجيل الاخر واش فيه اش كيقدموا؟ وريني هاد الجيل الاخر خصهم يتكلموا على الانترنت، كيتكلموا على الانترنت نو كيديروا برنامج فيه ماما بابا احب، وبزاف منك تحب بابا وماما، عاد غادي تغني انت باش يبغي بابا وبابا، عطي الاطفال تكلم اليوم على ذاك هاد التكنولوجيا الجديده هاد الانترنت براسك، خاص الطفل نتوجهوا ليه برسائل ويكون هدف، وانا لقيت بلي الهدف كيتوجه ليهم هما وكيقبلوه بواسطه الدراما الخاصه بالطفل. الى يومنا هذا حتى المخرج ما بغى يزعم يدير مسلسل للاطفال، كاين مسلسلات للكبار في رمضان وكل شيء، ومخرجين وجايبين دبلومات من الخارج. انا ما قريتش حتى واحد الخارج، قريت في المغرب وتعلمت غير من عصفور الله يرحمه من نادي. انت حتى واحد ما كيتصل بيك اون بواط برود مثلا شركه انتاج باش انك تساهم في اننا نقدموا منتوج فيه رسائل تربويه ويكون يعني برامج هادفه. ما كيتصل انا درت واحد القضيه احسن من هذه، يلا اللي هي صوبت عمل جاهز للعرض وعطيتهم، احنا كنا غنجيو لهذا الموضوع من بعد ملي وصلوا للكولور. صوبت عمل جاهز للعرض وكل شيء في 89 90 كملته في 91 على حسابي، وخسرت عليه فلوس وتسلفت 75 ألف درهم وكملته، يعني عمل ديال ورك على بلاي المغرب كله يتفرج فيه باش ما يقولش لي انا كسول. انا وجدته درت على هذوك الشركات الانتاج، حيت في هذاك الوقت كانوا كيقولوا لا راه ولاو شركات الانتاج هما اللي كيقدموا، ولكن كانت مازال ما شركات خداو من عندي لاكاسيت فيزيون كون هاني انا نعيطوا لك انا سلمات عليك الغاليه ما بيعها مشاريع، ولكن العلم ديال التلفزيون ما كانش في ديك الفتره. ها في الفتره ديال البدايات العلم ديال التلفزيون ما كانش في ديك الفتره، وتقنيه ديال كتابه السيناريو ما كانش معروفه، انما كانش عندنا فين غدرس عندنا في المغرب. وعوض الاشتغال انطلاقا من مثلا البيبل ملف تقني وفني كامل على يعني كامل ومتكامل، كنعتمدوا على البيلوت الحلقه النموذجيه. واخا دابا راه الامور تعقدات وصعبت زادت صعبت، وكانت عندك فرصه انك تكون راسك، ولكن مع الاسف حتى انت ما عملتيهاش عمي ادريس، بقيتي كتشتغل في التلفزيون ولكن دون رغبه في انك انت دير لوتو فورماسيون مثلا التكوين، وانت كان بامكانك تعملها لانه اصلا
لا 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 يعني المستوى ديالك تبارك الله مقارنه بعدي راه كنتي استاذ. قلتي لواحد النقطه مهمه اللي هي التكوين. انا راه غير باش ما نرجعش لك واخا باش ما نرجعش لك الاول حيت بديت الموضوع بديتو وما كملناش. يلا ملي كملت ديك 13 حلقه انا لقيت بلي كنتوجهوا لاصعب شريحه في المجتمع اللي هو الطفل. شفت التنويه البرنامج من طرف اساتذه جامعيين ومعلمين ديال الابتدائي اللي هما كيناقشوا كل شيء والصحافه وحصل لي الشرف انه الله يرحمه سي مصطفى المسنوي اللي ما كانش كيشكر حتى واحد الله يرحمه كتب عليا كلام زوين. انا فهاد ما نفرح هو شجعني يعني باش نستمر الرسم. انا فهاد ما نفرح غبرت عامين مشيت تكونت قريت شويه ديال علم النفس وعلم الاجتماع باش نعرف شنو كندير. في هذاك الوقت كنت كنعرف مخرجين اللي البعض منهم حتى ل 86 ولا 81 عاد بديت كنفهم حيت كنت كندير تاليف واخراج. 76 بديت كندير الاخراج. اللي كانوا كيساعدوني هما بحال مثلا الفطيلي الله يرحمه اللي كان ينفذ الاخراج فهمني شنو هو نغيروا لي زاكس. في ديك الوقت بديت كنبدل لي زاكس ديال الكاميرا كنعرف باللي ما نقشدش بلون دونسومبل مبقى شادو بزاف يعني حتى الاخراج راه حتى هو تكونت فيه. يا ودي حنا ولكن التاليف كتزاد بالفطره مؤلف. لا ولكن كاين وكاين تكوين. التكوين هو تكون عندك ثقافه عامه. من بعد التجربه ديال البرنامج ديال عم ادريس الفراغ اللي كانت كتشهدو الساحه في المجال ديال البرامج التلفزيونيه استمر تعاملك مع التلفزيون في اعمال بحال رحله عائله. وبنت الاستاذ. بنت الاستاذ بمعنى انك كفنان ممارس ومحترف ما كانش عندك ادنى مشكل في الاشتغال وفي الحصول على مقابل ديال المجهود الفني اللي كتقوم به. ياك المبلغ اللي كنتي كتلقاه على كل حلقه كان غير كافي. باش نضحكوا شويه هذا سؤال داخل في المهنه. لا انا نجاوبك بصراحه. يلا انا كنت كندير عمي ادريس نهار الاثنين ونهار الخميس كيدوز المنزل الصغير لا بيتيت ميزون دون لا بريري كان مصوبه هوليود مصوبه بالمراير وحنا كنا كناخذوا 700 درهم في الحلقه. 700 درهم في الحلقه 700 درهم في الحلقه راه حتى جا نور الدين سيل في 85 فاش درت بنت الاستاذ عاد دار لي 2000 درهم الحلقه الله يرحم والديه. مش على الفلوس وانما على انني انا كنت كتبت هذا الله يغطيك برضا شجعتيني ورجع هو اللي صالحني مع التلفزيون حتى انا في 81 صافي تربحت يعني عمرت غديت ما بقيتش باغي نرجع. في البدايات ديالك في الفرقه ديال الكواكب البيضاويه في الستينات مسرح الهوات كان مثلا المخرج السينمائي المغربي عبد القادر القطع عضو كان عضو في الكواكب البيضاويه في هذه الفرقه متفقين ياك كان مشى جيت انا لقيته مشى حيت حدد المسار ديالو وقرا وتقاتل ومن بعد توجه للسينما ولا مخرج سينمائي وانت نظرا كما قلت لك ربما انا يعني كنقول عدم الوضوح في الرؤيه فيما يخص المسار المهني تحكم عليك او حكمتي على راسك عم ادريس تعيش ضيق سينمائيا. انا كنهضر غير على سينمائيا بل انك وليتي ممثل واحيانا كاسكادور ممثل مجازف ضاع الوقت في شي امور اللي في نظري وبسيط كنقولها ما كانتش مفيده. انت كان بامكانك كانت عندك كل المقومات باش انك يكون واحد الانطلاقه اللي تكون بحال عبد القادر القطاع بحال الكثير من الناس اللي مهمين ربما انت في من ناحيه ديال المستوى ديالك باش ما ننساهاش. عبد القادر القطاع مشى قرا كون نفسه. انا باش نمشي نقرا ونكون نفسي كنت ديجا مزوج وعندي وليدات باربعه وصغار دونك مسؤوليه ما يمكنش مازال فين نمشي نقرا. سواء مبركه كنت خدام معاه في الشركه اللي انا اجون كونطابل ونكلف لي بالريكوفرمون فلوس الى اخره ما يمكنش ليا نمشي نمثل. وهو لقاني ديجا ديك الساعه انا وقفت من عم ادريس وبغيت ندير واحد الوقفه ديال التامل ومراجعه الاوراق حيت ما يمكنش يبقى دائما عم ادريس غادي نبدا نكرر نفسي. انا اللي بغيت نزيد نسولك سي ادريس هو ان التجربه ديالك في مجال التشخيص في السينما صعيب علينا نسالوها في ظل غياب الادوار الاساسيه والقويه وبالتالي يمكننا نقولوا بان الجمهور اعاد الصله بعم ادريس من خلال واحد المجموعه من الاعمال التلفزيونيه في الاعوام الاخيره. في الميدان السينمائي انت انسان صديق ديال كل المخرجين والمنتجين ولكن علاش ما كيقتنعوش بك مثلا؟ كاين اللي كيدير لي نسيتك والله العظيم دابا نتفكرك ترك صاحبي نقول لك الحق
وترجموا خصهم يعرفوا حقيقة. كاين اللي كيقول هذا بعد مدريس في طنجة وتجيبوا للدار البيضاء وتشد ليه لوطيل بحال لوطيل كيسوى 500 ألف فرنك. وكاين اللي ما عندوش البروفيل ديالي ونفرض عليه هو صاحبي، كاين مخرجين كيبغوني وكاين من اللي غيكون البروفيل غيعيطوا لي، جي لي فرحات عيط لي ماشي مرة ماشي ثلاثة د المرات، ولكن كاين البروفيل حتى كيقول لي اش خدمت معاه في خويا لحد اسمه ما عليناش لا باش نذكروا هذه القضية عندك مهمة، أنه كاينين مخرجين وخديت أدوار ثانوية أو نسميوها أدوار صغيرة، لا ما كاينش دور صغير في السينما ولا في التلفزيون. بالنسبة للكيفية ديال الاشتغال في أفلام كثيرة قديمة، كاين الأدوار الصغيرة، هذه من ناحية المبدأ والطريقة للاشتغال الاحترافية راه ما كاينش الدور الصغير والكبير، ولكن بالطريقة ديالنا حنايا من خلال تكرار منح نفس الناس نفس الادوار فيما يكون شي عكاز او شي مكان فارغ كنعتمدوا عليه، فهذا دور صغير. إيه. دور صغير هو اللي مهم، راه كيكون باين احيانا كيكون هو العماد ديال العمل، ولكن ومازال نوصلوا في الشطر الثاني لواحد العمل فرنسي اللي فعلا دور صغير ولكن مهم ومهم بزاف. ومره كانه كاين صغر منه صغر منه وإلا حسبنا نقدر نحسبوه بالسكوند ماشي حتى بالدقائق، وخديت فيه جائزة أحسن ممثل في مهرجان ديال السينما والهجرة فيلم ديال أتلانتيك. جوج ديال المشاهد إلا حسبناهم جمعناهم نقدروا نقولوا أربعة دقائق وعطوني جائزة أحسن ممثل، ما كان عطي واحد من اللجنة محمد مجد الله يرحمه. أيه الله يرحمه، وكنت غنلعب أنا هذاك الدور عطوه المجد، ولكن علاش؟ حيت مجد جامع الدور كأب. أنا كان بان شوية جون على مجد كيبان شيباني عليا يعني كأب، وكان هي هذه لافيش هذه أتلانتيك هذا كيفاش كان مشى المهرجان ديال تورونتو على فكرة، ما عليناش دور صغر منه وعطوني جائزة أحسن ممثل. إذا كتأكد الكلام اللي قلت، وأنا كنت في طنجة ما فرنسيش ما مستدعيش حتى المهرجان ديال السينما والهجرة. كل الكلام اللي قلت في حين انه افلام قديمه مغربيه راه ملي كيكون الدور صغير راه صغير. نشوفوا مقطع من فيلم عبروا فيه صمت السي حكيم النوري اللي شاركتي فيه، نشوف واحد القطع صغير. واخ اسمان انا ما كتسول ديال من خلال الطوموبيل والطوموبيل ديال مولاتها وانت مالك قول لي اسمح لي والله ما عرفتك شكون مولاتها الطوموبيل الطوموبيل سيدي مولاتها صاحبه واحد الشخصيه مهمه من دوك اللي في الحكومه دوك اللي كيكميو السيجار ديال 1000 ريال الواحد اسمها اسمتها كريمه كريمه ولا حبيبه لا كريمه من دوك داك النوع ديال صحاب عرفتيهم داك النوع ولا سخرتني شي صخره كاين غير 5000 فرانك والفوق صافي حنا بغينا نعرفوا شكون مولات هاد الطوموبيل هاد الهضره كلها ما عندنا ما نديرو بها سير الله يخليك قبل شغلك اسمح لي صافي عمي ادريس نعم انا راه ما نقول والو اش كي عندك ساكن افلام قلال استاذ كانوا افلام قلال دابا كاين 25 فيلم وقيله في العام كنهضرنا على ديك هذيك لا هذيك فتره كنبلغوا التحيه للسي حكيم النوري حكيم النوري والله الله يرجعوا للمغرب عاوتاني عاود يشتغل غير هو هذا واحد الدور صغير صغيري وكان فيلم جوج فيلمات في العام مع سي حكيم النوري وكتوحش تسمع اكسيون وكوبي راه هادشي هو اللي بغيت نقول لك. الاساس هو انه حتى بحال هاد الادوار هادي ما بقاتش كتقدم عليك كتقدم لك بشكل كثير العمي ادريس الاسم اللي كبرنا معاه حنا المغاربه هادشي هنا كيجينا غريب وهنا راه بديت كنشتغل هاد الادوار لانه ما بقاش عندي لا مهنه لا البرنامج تاع ميديش اللي ما استفدتش منه ماديا انا كنا لا انا لا الفرقه اللي كانوا معايا راه واحد ما كان كيتخلص مزيان راه ملي كنت كنشد ديك البركه راه بحال شاد جمره العافيه باش نفرقها على المجموعه اللي كانوا معايا راه واحد ما تخلص مزيان لا هما لا انا لا حتى واحد وبحال هذا الدور هذا وهذا الدور هذا هنا هذا الوقت بدات لا بيريود دي فاش ميغ كما كيقولوا الفرنسيين الوقت صعيب الوقت صعيب وقت صعيب عندك ربع الوليدات كتلعب هاد الدور هذا راه مرات حكيم النوري الله يرحمها هذيك البرتقيزيه راه جراتني ورا الكاميو لاحت لي واحد الشيء الدوبل ديال داك الشيء اللي في الكونترا قالت لي هادي ديالك وملي قالت لي اجي ورا الكاميو عطاتني هذيك البركه مشات هي وعيطت لي حكيم النوري قال لي تسناني ورا الكاميو قلت لها ورا الكاميو شي قضيه فيه مشيت تما حتى هو عطاني شي 4000 درهم قال لي ما تقولهاش المدام وهي قالت لي ما تقولهاش الراجلي
هو مزيان يا ريت لو كان كانوا غير كان وحميد زوغي الله يحفظه تا وصلني تلسات يوم قال لي تم بخير بخير مزيان ومشيت معاه وداروا معايا سي جو في التلفزيون على الضوير صغير ولكن كيبغوني كما قلتي ولكن ما كاينش البروفيل ديالي هنا كاين منى فتوجن كاين لا لا في, آه في اعمال اخرى كاين البروفيل ديالك البروفيل راه على حسب وريني شي فيلم في بروفيل وفلتو يمكن ثلاثه ولا اربعه ماليهم اما نساوني اما فهمتي القصد ديالي في ديك المرحله دور صغير المعنى ديالي دور صغير ما يمكنش يمكن حيت انا قصير كيعطوني دور قصير هذيك راه مشكله ياك ما كانوا في من الناحيه ديال كيعبروني كيعبروني كيلقوني على حسب الدور لي ريبليك خصهم يكونوا لا ايوا هادشي علاش ملي كتشارك في بعض من الاعمال الاجنبيه واخا دور لي قصير ومهم ما كيقراوهاش بهذه الطريقه هذه راه مشكله هما لكن ورايك تشنو هما ايوا وانت لا 10 سنين 58 سنه دابا 58 سنه كنشوف زعما ما فرص العمل ما كايناش كثيره فهمني مزيان اخويا بلال فرص العمل ما كاينش ناس كيحبسوها نتوقفوا ننهيو الشطر الاول ولكن مازال نتلاقاو في الشطر الثاني واخا الله الرسول عليك نلتقي بعد قليل ترحيب بكل من ينضم في الاف بي ام المواجهه اليوم إدريس كريمي عم إدريس في الاف بي ام عم إدريس نمشيو نكملوا في الشطر الثاني مباشره نكملوا بنفس الايقاع ياك نفس الايقاع باقي عاقل على فين خلينا لا عاقل على فين خلينا تكلمنا على على المعنى ديال ديال اهميه الدور اهميه الدور لان واحد الحاجه عندك فيها الحق قبيله راه بقيت في دماغي ملي درتي هذه الوقفه بقيت كنفكر فيها عليه انت كان خاصني نتصاحب معك بكري في ذاك الوقت اللي انا مشيت كاسكادور وهذه كان شي واحد خصو يوجهني ولكن لا عندي جواب ليها يمكن مقنع يمكن ماشي مقنع لانه ما بقات عندي حتى شي مهنه وعندي اربعه الوليدات اذا بديت كنمثل كاسكادور كاسكادور ماشي كنت كنديرها بهوايه ورغبه وحب كيف اللي كناخذ الادوار العاديه لا هذيك كانت المعيش اليومي ديالي والاسره ديالي وكان فلوس كثار كان ممكن نبقى حيت تقدر تطمع واش واحد نبقى خلاو دار بويا ب 7000 درهم واحد نبقى شعلوا فيا العافيه ب 10000 درهم وني 10000 درهم كيشداش مول دابا تركب الخيل تقتل 20 مرات تحيا قتلوني واحد 40 مره 20 مره كافر 20 مره قتلوني فيها 4 المليون ايه غير هو انه انا اللي قصدت قبيله هو انه لو الامور مشات من حاجه اخر كتكون النتيجه افضل بكثير من ديك المقابل المادي اللي كيكون انف واحد محصور في واحد الفتره معينه لو كنت وبالخصوص ما كنتش وبالخصوص لانك انت عم ادريس تستحق زعما هما كيعرفوني ولكن انا ما كنتش كنعرف المخرجين راه وتاني فين كيجلسوا فين خصك تمشي تقلب عليهم انت ما كتقلبش ما كنقلبش وانا كنحشم راه واخا جالس معاك دابا كنهضر راه عيط ما كاينش الناس يكونوا الناس حشم انا واخا ممتين انا كان ديك الساعه كنلقى مخرج ديما المخرجين كيبانوا لي هما كبر مني يعني ناس مستوى عالي ديما انا كنقول لي انسان متواضع لا مثلا بلا ما نسمي المخرجين كنسلم معاهم بخير نقدر نقول لي ما تعطينيش خاطري نقول لي اعطيني دور اديب ولا نو عيط لي راه مزيان يمكن مع الشباب الاخرين عم ادريس نرجعوا نعم. الاهميه ديال الدور بمعنى تكلمنا على الدور القصير والدور الكبير قلت لك انا بانه في فتره معينه في افلام مغربيه مازالت حاليا في الكثير من الافلام كاين دور قصير لانه كيكون مجرد عكاز وانت راك يعني راك فهمتيني شنو قصدت وعطينا مثال بالمقابل كانت عندك مشاركات في اعمال سينمائيه اجنبيه بينها دور صغير في فيلم دي زومي دي ديو رجال والهه ديال الفرنسي اكزافيير بوفوا فيلم اللي كنت تشوف المسابقه الرسميه ديال كان في كان فيلم خدا الجائزه الكبرى فيلم زوين بزاف خدا غران بري كيتكلم على قضيه باش الناس يفهموا معنا كيتكلم على قضيه رهبان تبحيرين اللي كانوا تصفاو بواحد الطريقه باش في الجزائر في العشريه السوداء كما قلتي كان في المسابقه الرسميه انا لمشتك ورغم انه دور صغير تفاجئت بالاداء ديالك انا هاد من هاد الدور اللي لعبتي واللي واخا صغير كيبان لي فيه اعاده الاعتبار لممثل مغربي اصيل ثق بيا كنقولها بصراحه شنو كيبان لك في هذا الكلام واش نقول لك ما هي فعلا كاين رد الاعتبار وبان واحد المغربي بلغه فرنسيه سليمه ومتعاطف مع هذوك لامبر ويلسون وميشيل نوسدال اللي هما دي موان
وما بانش ذاك الفرق ما بين الديانه ديالهم والديانه ديالنا. كيوجدوا بنفس الطريقه حتى هو كيجلس ويركز وانا لامبر ويلسون ما كنت كنعرف انا شتو دير هكا واسمو هو كيلبس الشخصيه ديالو ديال الموان وانا شنو عندهم طون في با با لا بين دافوار بور سا فا باسي وسي درا ممثل دولي كيمثل في شانيل تو هادي انا هنا هذا دور يعني نشوفوا غير واحد المقطع صغير من هذا الفيلم واخا واخا كيس كيزون سي جون كيس كيزون On ne comprend plus rien. Oui, ça normal. Allah est Ta'ala, le bon Dieu, il a dit dans le Coran, ce qui tue son frère, il va à l'enfer. C'est des gens qui prétendent être religieux. Ils n'ont même pas lu le Coran. Amidris, on va dire quelque chose, il peut être que je suis là. Il peut être que je suis là. Oui. Je pense que le rôle de l'Abbé, c'est cinématique. Cinématique. Laissez la télévision. ونخليو المجال ديال التألق ديالك اللي هو برامج الأطفال. هذا أفضل من كل الأدوار اللي تمنحت لك سينمائيا على الصعيد المحلي. دور صغير إيه ولكن متقن وأداء سلس، وبالتالي كيشي كيخليني نسولك على الطريقة ديال الاشتغال ديال كزافي بوفوا مثلا. الطريقة ديال الاشتغال ديالو كيحترم الممثلين وكيبغيهم المشخصين لي زاكتور اللي كاينين كيبغيهم وكيحترمهم وسميتو وكيخدم بواحد المهنيه ما كتصورش على البال كيرتحك نفسانيا ما تبدا الدور ديالك حتى كيجي يضحك معاك وكل شيء ومركز على الخدمه ديالو مزيان وما كي امور الشخصيه هذاك شي حاجه اخرى ما عندنا بها غرض ماشي الدور صغير هو انه ضروري خص يكون حارس ديال باش نزيد نشرح معاك نعم كافه من الادوار ديال ديما نفس الشخص كتعطي له حارس ديال العمارات او لا حارس ديال او لا موظف هادشي ما لا واش انا غلط ولا متفق لا 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 ما غلطش ولكن ما ما ما, ما بقاتش دابا هذيك الحاجه كتجي من وراء عبيروا في الصمت حتى ديك الوقت كانوا جوج فيلمات في العام ولا فيلم واحد في العام اذا كان واش غادي نقول يعطيني الدور ديال حميد الزوغي لا حميد الزوغي لعب مزيان تما وخصو تقول لي اعطيني الدور ديال رشيد ولي رشيد ولي صحفي جون هو هشام الابراهيمي منافس يعني دوري منافس غنلعب الدور ديال انا لا دونك لا حكم اللي شافني في ذاك الدور جيت سونسيبل وهادي وكتكلم عجبتو ديك العفويه ديالي سيرتو مي كنقول لي شي ناس من الحكومه وهادي شي واحد من الشعب كيتكلم ولكن وعلى كل حال كاين مشكل هذاك الدور صغير وتبعوا ادوار صغيره ولكن والله اخويا بلال بالنسبه لي انا ما كاينش دور صغير كاين ممثل كبير يا ودي انا كنقول لك يا ريت لو انه كانوا بقاو كيتقترحوا غير ادوار من بعد تجربه حكيم النوري بالعكس هو بعدا هو خدا المبادره كان خص ناس اخرين ياخذوا المبادره ولكن على كل حال كانت عندك تجربه مسرحيه ماريو كاس بعنوان منزل بكابول مرزي بكابول اول مخرج هو هذاك ماريو كاس ماريو كاس وكانت معنا هذه بحال ام كلثوم ديال اسبانيا اسمها فيكتوريا بينيا كان معكم مهدي وزاني ومهدي وزاني مصطفى الهواري زاداك باندي ومعنا واحد الايراني راهو حميد دانيشفار واخا واحد جزائري شنو هي العناصر اللي خلات المخرج ياخذك لهذا الدور واش الملامح الاداء أو لا تكون ربما كتقن اللغة الإسبانية وما كناش عارفين. كنت كنعرف نقول كافي سولو بور فافور جوج كلمات. النهار اللي نقول لك واحد القضية على هذه المسرحية كاين جوج حاجات. واحدة قلتيها أنت يمكن الملامح عجباتو كمارتي ولكن باش تعجبو كمارتي خصو بعدا يشوفني وأنا كان آخر واحد في 190 واحد في الكاسيطة ديال الكاستينغ اللي داروه في المغرب أو بالأخص في الدار البيضاء. وانا في طنجه وجاو صوروني ومن تما غيمشيو اسبانيا اخر واحد في الصحافه الاسبانيه كيما صاحبي انا كتبوا عليا باسبانيونيه ادريس كريمي هاي كدي سيرك هاي موتشاس غيراس بيرو سيمبري سوفران لو سيفيل وانت تعلمتي اسبانيونيه تعلمت ليها لا حيت واحد صاحبنا المدير الوزاني كيطير فيها وجلسنا مع المخرج مخرج ساعه هو كيهضر الصبليونيه وحنا انا ومصطفى الاولي ما كنعرفوش لا كنتصنتو صافي يعني ملي سالقنا ليها مهدي الوزني اش قال المخرج قال لنا قال لكم غدا التمرين مع 7 ونص ومشى لخص ديك 90 دقيقه ايوا ساعه زعما كان هو كيهضر تقول لي غدا 7 ونص التمرين والله يا ام هذا الصبليونيه تنتعلم ليها وتعلمت ليها سون كونجيكي لي فيرب كلشي على الانفينيتيف باي لارت راه بخار كامل الدور ديال
ديال واحد المرابي، مرابيدو هو امام ديال واحد المقبره اللي مدفون فيها اول اولاد ادم. يعني تما كيجيو ادوار اجنبيه كتكون كيختاروا داكشي اللي كيلائم، وهذه عاديه. ايه ولكن ملي كيكون شي ارهابي ولا شي حاجه ما كناخذهمش. بزاف ديال الادوار جاو كتقترح بزاف. لا تقترحوا ارهابي، تقترحوا دي افلام اللي هي ماشي ما تمشياش مع انا عمي دريس. انا ديك عمي دريس خايف عليها من نهار اللي درتها. انا حتى الزريعه ما كناكلوهاش في الزنقه باش ما يقولوش عباد الله شوف غادي كيدفنوا كيربي الاطفال في التلفزيون وهو ما مربيش. خلي لينا هادشي هذا. كان عندك كتاب اللي الفتيه العنوان ديال بهلوان رغم عن هذاك كان مجرد واحد ريداكسيون بالفرنسيه كان كتبها ولدي وقريتها يعني من تفضليت لقيت المجر لقيتها غير الله وجبتها ولقيتو داكشي اللي غايقول للناس ولا ليا نيت انا كاتبوه تبعت منه كان كي حسب المعلن 10000 نسخه 10000 نسخه في يعني المغرب منين كيبيع اي ادمي واحد 1000 نسخه او حتى منين كيوزع الاغلب ديالها على الاصدقاء ديالو كيتشجع وكيواصل. انا انت ما كررتيش هذه التجربه واش ما بقى عندك ما تقول للقارئ في هذا الباب هذا قلت لا هذه جات في واحد الوقيته اللي بحال كنت غادي نوقف وكانت هي ماشي سيره ذاتيه سيره ذاتيه محكيه اترافير ولدي اللي كنت دايرو انا بهلوان ولكن ما خديتش الموافقه ديالو واش يكون بهلوان ولا لا. فصلاح ولدي كان صغير كيقول لي غير واخا ولكن هو كان يتالم داخليا باش يدير ديك الماتيشه وداك بيريك وهادي وصحابو في المدرسه كيقولوا ليه واه بهلوان كاين اللي ما كيفهمش انه بهلوان شي حاجه فنيه راقيه وهادي لا بهلوان عندهم ما كيضحكوا عليه هو كيسوفري وساكت ما كيقول والو. وكان ذكرتها في الكتاب لانه هو كتبتها في الريداكسيون باللي خواتها حتى هما كانوا كيسوفريو كيتالموا اون سينونس يعني داخليا امال وفاتين وهند. يمكن امال كان عندها ميول للفن اختهم الكبيره وكانت باغا هي تكون ممثله ولكن هند ما كان هي اللي دابا غتاخذ ان شاء الله الدكتوراه الشهر الجاي احنا قرينا ولادنا مزيان وفاتين جوجناها كانت صغيره ولكن فاتين هي اللي بقات معايا هما كلهم كبروا ما بقاوش باغيين يديروا معايا الفن. التلفزيون ولا عندك ما يعرف بالمشاركات من اجل المواد الغذائيه كلاس كاينه من خلال الادوار يعني او لا من اجل شي مره ولا لا غير لا اكثر بلاتي انا نتفكر واحد الفيلم دوزوه مع الخمسه الصباع بعدا الحمد لله حتى واحد ما شافوه هذاك كانت على المواد الغذائيه وفي عارفني انا عارفني لا عارفك انت انا نعطيك حريه قول لي بغيتي انا ما عندي ما نخبيه علاش انه هذاك الفيلم تيلي فيلم مليون و200 فرنك جات على غفله خدمنا فيها ما كملش حتى خمس ايام ولحسن الحظ انه ما دوزوش بعدا حتى نسيتو واحد النهار مع الخمسه ولا بعد ربع الليل دوزوه وكرامه الحمد لله. وشي فيلم اخر لا صافي لا الاخرين كلهم مشرفين زعما صافي الجحيم مع راويه جيت جات معايا عطاتني الانرجي لا لا انت شفتي مع راويه هذيك الدري اكتريس واعره وجات تبارك عليها وكان بلغوها التحيه نبلغوا لها التحيه كانت المكان ديالك في البدايه ديال الموسم هي اللي كانت في البدايه ديال الموسم وعطاتك النور انا كنت نجيب لك الشوكولات ونسيت من طنجه هذا اسيدي غير الحضور ديالك راه هو الله يعطيك برضا الدنيا اخيرا كنحسوا بانه انت اعطيتي وهبتي حياتك للفن ولكن الفن في المقابل ما 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 كانش ديك ما كافئكش بنفس الطريقه اللي انت عطيتيه رغم هذا الشيء هذا رغم انه هذا المسار طويل واش انت حاليا كتشوفي انه مازال كاين شي الطموحات اللي عند ام ادريس اللي بغي يحققها مستقبلا واللي كاينه في الذهن ديالو يعني في المجال الفني المجال الفني واضح السؤال واضح السؤال قلتي واحد الكلمه ديال انا عطيتي بزاف للفن وما عطاكش يعني كتقصد ماديا ايه المجال ديال الطفل بوحده غير مسرح الطفل كانوا فنادق خدمت فيهم بالاخص فندق في طنجه وواحد في الهرهوره انيماتور منشط لصبحيات الاطفال وامسيه ما يعرف بالانشطه ديال الصيف كانوا اثمنه خياليه هما بجوج هاد جوج ديال الفنادق زائد شي حاجه ديال الكاسكادور زائد واحد ميني ورت جاني بنيت الساس ودرت لوليداتي دار اذا الفن عطاني ما جبتوش من لا كونتابيليتي اللي قريت وما جبتوش من ديك عامين اللي مشيت عاود خديت البكالوريا وبغيت ندخل الجامعه ونزيد ونكمل ما غاديش نجيب والو
وما جبتوش من حوايج اخرى، ومن عمي ادريس براسو ما جبتوش باش نبني الدار لولادي. نهار اللي ساريت من عمي ادريس لقيت راسي بعت الطوموبيل وبعت حتى التلفزيون اللي عندي في الدار باش نصور الفيلم الاطفال ديال ولاد بلادي. ولا ولدي كيتفرج عند الجيران من اللي باه كيبان في التلفزيون. تما انا ندير فرانه ما نكتب سالينا من عمي ادريس ونتلفت لقيت ولادي باربعه شكون نتوما حنا ولاد كبابا. قابلت 30 مليون الاطفال ديال ولاد المغرب ونسيت ولادي باربعه. وشكون اللي صبر معايا؟ هو المراه ديالي فاطمه زهراء الطنجاويه الله يرضي عليها. تحملتني من 72 حتى 93 ولا 94 راه وكان الوقت ديالك كان ماشي كامل. كنت غادي كنت عطيت راسي لعمي ادريس والاطفال ونسيت ولادي. هادي حتى الثمانينات عاود زدت تمحنتهم انه بداو كيديروا معايا المسرح الغنائي في المسارح ديال السوق الاربعه قصر كبير تطوان اكادير هادي وليت كنمنكم من المدرسه باش يمشيو يديروا معايا المسرح لانه ما يمكنش يجي هذوك الاطفال اللي كانوا معايا في الدار البيضاء كبروا تزوجوا ولدوا. واخا ومستقبلا شنو؟ مستقبلا واحد النهار في 2012 جا واحد الوزير الثقافه. لا مستقبلا اي هذيك مستقبلا هي هي بهذا كنضرب لك مثال على المستقبل. يلا يلا راه خاص يكونوا بحال هذاك وزير الثقافه يكونوا قارين لا لا والله العظيم باش ما ننساش ليك كل يلا مستقبلا ابتداء 2012 غنضرب به المثال من هذاك ديال 2012 ونقز لك 2018 من هذاك ديال 2012 بغيت الناس تاع 2018 يكونوا بحاله. هذاك واحد وزير الثقافه كان عيط ليا وقيل حيت قاري هذاك مثقف عيط ليا وصيفت مراسله لجميع المديريات الجهويه ديال الثقافه ديال المغرب وخذوهم عندي عروض. بعض المديرين ديال المديريات الجهويه ديال الثقافه كيعرفوا عمي ادريس بكري بلا الوزير بلا والو الو ناخذوا عندك جوج العروض مزيان. اذا هكذا ما كتوقفش كتبقى خدام. علاش ملي جا الوزير الجديد؟ لا لا قبل ما يجي بعد الوزير الجديد في الوقت ديال هذاك الوزير دفعت انا عاوتاني طلب دعم باش كذا وكذا ترفض هذاك الرفض جاني بحال تبزديت او عمي ادريس دفع عماله وما تقبلش وهذه في اطار الدعم واسمه ذاك اطار الدعم واسمه ما فهمتش. قلت وانا ما نكرهش نشوف هذا السيد اللي قراتي ديالي واش نيت شافوه ولا ما شافوش مع الملفات كثار وهذه دوك ما نعرف يمكن كاين لجنه القراءه بعد مرات واش كاين شي لجنه ولا ما كاين. المهم هذا الوزير اللي جا جديد انا باقي ما عنديش به علاقه. انا طلبت له واحد المقابله في واحد الميساج شحال هذه وقال لي ملي نجي من فرنسا نتلاقاو ملي جا باقي ما شتوش لا شي عامين باش نجي من فرنسا. المهم مازال نديرش محاوله. هذا الوزير الا شتو يمكن بعد انا كاع من هذه القضيه ديال طلب الدعم ولا التوطين ولا شيء ما كنفهم فيه والو. الانسان كيخدم مسرح الطفل كاين مديريه جهويه ديال اسمه عندهم ميزانيه ضعيفه او ما ضعيفاش داك الشيء قسم الله غادي ناخذه باش نعوض انا المسائل ديالي. واخا عمي ادريس ملي كيكون فرص العمل كثيره يا ودي عمي ادريس والله الا فهمتك ان شاء الله فرص راه كانت جات في واحد الوقيته وقلات في وقت اخر لا جيستيون دو كارير حتى هي كتلعب واحد الدور. والله ما جاو انا كنت كنخلق راسي فرص العمل. عطيك ثلاثه الاسماء وفي كل مره تعليق قصير. واخ واخ نشوفوا الاسم الاول. صاحبي الله يرحمه دابا ملي جبت لك شخص مهم هو عزيز عليا من غير واحد النهار هذا السي محمد شكري. اه سي محمد شكري الله يرحمه عزيز عنده هو عزيز عندي وكل شيء. انا ما عمرني قريت الكتابه ديالو وهو ما عمرو تفرج فيها في التلفزيون. كانت الصداقه ديالنا من 1964 كانت على طنجه كنت عزيز عليا طنجه من بكري وبعض المرات كنخرجوا لطوري مولينوس واسبانيا بلا باسبور لا فيزا ديك الساعه بلا والو. انما واحد النهار تلاقى مع ولدي وكانت واحد الجوخه وانا كنت كنخدم كاسكادور خزنه وجا ولدي قال لي ديال هاد الجوخه هو يقول له هو باللكنه الطنجاويه ديالو قال لي هذاك اللي معلق في الطبقه الثامنه هذاك باباك مشي قولها لامك. تما ساقت الاخبار المراه ديالي قالت لي هذا الرزق اللي غيفوت جوج متر من الارض ما عندنا ما نديرو به هذا الكاسكادور ما عندنا ما نديرو به. كنت غندوز من بالكون لبالكون. صداقه ديال سنوات طويله سنوات من 1964 الله يرحمه عاد ولاو بانوا بزاف بانوا ملي مات عرفتي شحال صحابو شوف درنا مع شكري وفعلنا مع شكري الله يرحمك اسمام صاحبي وصافي الله يرحمه الله يرحمه. نشوفوا الاسم الثاني بريطا الله يرضي عليه يوسف اخر واحد خدمت معاه اليمات في مسلسل وقت مسلسل بريطا الله يرضي عليه استمر في تيب الضرياف كيحترم الممثلين هو حيت ملي كيكون مخرج ممثل كيحترم الممثلين. الفيلم ديال المسيره الخضراء كان خدا بعض ردود الفعل ديال بزاف ديال الناس
انا مع صاحبي ما نقدر نقول بلي وترش في العمل كان ماشي خضر مساهلات ولكن مازال شاب مازال لا مازال يخدم مازال وشحال ديال الناس غلطوا في افلام وافلام اي لا ولكن هذاك فيلم عرفتي كان فيلم كرونديوز وخصك تشوف طريقه الخدمه ديالو كيفاش خدم عرفتي تمحن فيه خصو خصو يجي مستقبل الاف بي ام راه دابا تبارك الله ولاو جوج افلام طويله لا كيحشام والو غتجيبو ما غيقول والو لا 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 غير ونجي انا معاه ونهضر بلاصه واخا مرحبا بك مرحبا بك كنبلغوا تحيه لسي يوسف بركي اسم ثالث هو هذا الله يرحمه خويا وصاحبي دوزنا لا بيريود ديفاش ميغر واحد الوقت كانت واعره بزاف وكنت انايا بدي ذكر الناس بالاسم انا غنذكروا عائد مهوب الحاج عائد مهوب الله يرحمه ووليداته الله يعاونهم على الزمان لانه ماذا نقدروا نقولوا ما خداش عطى وما خداش حتى مات عاد بداو كيقولوا حتى هو المرحوم عائد مهوب دار وفعل وترك وكان عايش الله يرحمه الله يرحمه والله الله يطول لك العمر مدريس انا بوشتي لي رحمي ملي بينتي لي والله اختياراتي بثلاثه مزيانه مزيانين والله والله مزيانين كلشي الامور سليمه مزيان والله نوصلوا للمرحله ديال الكاريكاتور ديال السي خالد الشرادي الشرادي غيكون دار لي شي نيفه وجه ولا شي حاجه نشوفوا الكاريكاتور ديالو نشوفوا لكن لي انا فهمت مزيان كاركيس انا شنو بيسيو شنو داكشي اللي في ليكرون يعني الدراري كي اجهزه جديده باش سميتو داكشي الالعاب ديال بحال محمود وزيد ولاد بنتي داك طان طان قتلته وقتلني وهو بالكاركيس ديالو وانا فهمت دابا برافو خالد برافو خالد ها هو هادي معبره كنت غنقول هاد الهضره هو صوره عرفتي نقص عليك شحال الهضره انا بزاف وا الصوره دي جمعات كلشي ها هو والكراكز ديالو سيره وليدي تكمش خليهم قال لك بغاو انا قتلته وقت هكذا ولاد بنتي كيبداو حداك انا قتلته محمود انا قتلته حتى هما راه شي راه كيقتل عرفتي راه الانترنت سلاح ذو حدين راه مزيان ولكن راه كاين شي حوايج خايبين واش فعلا زعما ما انا لا انا تجاوز العصر هذه الطريقه هذه لا انا كنتحداش الراديو واخا بالكراكيز عنده تعبير مزيان ولكن كنتحداش الراديو انا والكراكيز باقي مستمر في 2018 بغيت نقول الابناء ديال الحفاده ديالك هما دابا وديتهم تفرجوا فيا وصفقوا عليا الاحفاد ديالي ولكن كيرجعوا للدار دابا الوقت ماشي بواحد السرعه كيرجعوا كيتبعوا هذا الشيء حيت هذا الشيء يوميا عندهم انا ما نقدرش نبان يوميا الكاريكاتور ديال خالد الشرادي لا برافو يعني. ولكن سميتو الكاريكاتور القضيه زعما ديال هو على كل حوا ضروري خالد الشرادي هو انا واه برافو لي انا صفقت عليه من قلبي والله الله يرضي عليه نعم اف بي ام شنو اون في سا بيان ولا شويه ولا طري بيان لدرجه انه نهار الجمعه ملي كديروه من غير شي ثلاثه الجمعات فلتك كنقرب حدا التلفزيون باش نسمع لانه كيجيو عندي ولاد بناتي ولاد بنتي امال الجمعه والسبت والحد ملي كيجيو ما كيهضروش بشويه كيلعبوا الكاراتيه وغوتو وضربوا مسان دونك كنقرب باش نسمعك ونسمع الفنانه اللي دوزتي وتقريبا واحد 90% ولا 95% ديال الفنانه دازو مزيان شي خمسه ولا سته كانوا كيهضروا اللغه ديال الخشب كنتي كتبغي تجاوب في المكان كنت كنبغي نجاوب بلاصتهم كنبغي نقول لهم هضره صاحبي كاين اللي كيهضر في كرشو كاين اللي كيهضر في كرشو كيقول وكاين اللي خايف ما نعرفش غيديروا ليه كاين اللي خايف المخرجين ما يخدموش ترى غادي يخدموك هضر قول للمخرجين شويه الراي ديالك باش حتى هما ديك الامور قول انا دابا باقي كيعيطوا ليا دابا جات ثلاثه ولا اربعه المخرجين عيطوا ليا ومزيانين ومزيان معاهم وما كنجلس معاهم وكنقول لهم حتى العيوب ديالهم في وجههم وبالضحك وكل شيء والدراري ديال لي زاد كنقول لهم الله ينعل على سلعه وكيضحكوا معايا وقابلين وشي الحي المحمدي ولكن ما نكذبش عليك بعض الناس دازوا عندك استعملوا ديك لا هذوك كاين اللي كيقول لك ما نجاوبش على هذا السؤال شوف كل واحد شوف هو كل واحد كيكون المرور ديالو في ظرف معين على حسب يعني المجال ديال التخصص ديالو الا كان تخصص الا ما كانش تخصص فما يمكنش انك بالتالي كل واحد المهم انت بالنسبه لك الامور لا مزيانه والله العظيم انا الله نكون من ست واحد حتى ولكن مدريس والله استاذ مدريس بلا نعم التحيه راه مبلغه للجميع مبلغه للجميع لانه كاين بعض الناس والله كيبقى فيهم بحال لا لانه وصل مدريس انساني ولا هادي انا كنحبهم ومن الطفل الصغير للكبير ومن المدير ديال التلفزيون صديق معنينو حتى
وكريم والشوش ديال استوديو عين الشوق كنحييهم كاملين كلشي وقفوا معايا مزيان والفرقه ديالي اللي بقاو معايا من السبعينات حتى النهار الاخر ديال 89. امي ادريس نعم استاذ شكرا لك على الحضور في الاف ام بالتوفيق مستقبلا ان شاء الله الله يطول العمر وترجع عندنا لطنجة عاوتاني ديما ان شاء الله شكرا جزيلا عمي ادريس الفنانة كاملة عطيتهم كاسكيطة انا هديك الكاسكيطة ديالي وما نعرف واش غتعطيني كاسكيطة ولا لا ما واخا هي الاولى انا عمي ادريس لا لا خليها لا تفضل اضحك معك اصاحبي لا والله ضروري من راسك كاع وشوف فيها الريحة بلال وفيها الثقافة والسليمة غادي صافي غادي ان شاء الله عمي ادريس شكرا عمي ادريس شكرا ابو جيب الله يحفظك استاذ بلال الى الملتقى إلى المرمى.